السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب سنة رابعة مادة البيو اس سي، أهلا وسهلا بيكم. إن شاء الله أنا اللي هديكم السكشن ده، اللي هو سكشن اسمه بايو اس سي اوف انتي الزايمرز دراجز، ودي بعض الستات اللي هشرح لكم يعني نظامها ايه. المفروض ان الحاجات دي كانت في المعامل ان احنا كنا هنعملها ديمونستريشن، وبالتالي شرحها كاونلاين هو شرح مناسب جدا، لان انت في الاول في الاخير ما كنتوش هتشتغلوا الكلام ده بايديكم، انتوا كنتوا هتتفرجوا علينا واحنا بنشتغل يعني. طيب خلينا الاول نقول ان احنا قدام مجموعه من الاختبارات اسمها البيهيفيورال تيست. الفتره اللي جايه او السكاشن اللي جايه مجموعه الاختبارات بتاعتنا اسمها الايه، اسمها البيهيفيورال تيست. طيب يعني ايه البيهيفيورال تيست يا دكتور محمد؟ البيهيفيورال تيست يا شباب باختصار شديد جدا كده، انت لما كنت بتاخد البايو اس، احنا كنا بناخد مجموعه حاجات، كنا بناخد احنا اتفقنا ان البايو اس بتنقسم الى جزئين، بتنقسم الى جزء السكريننج خلاص، وبتنقسم الى جزء البايو اس نفسه او بنسميه البايو ستاندرديزيشن. وكنا في اغلب الكلام ده احنا بنعمل ايه في السكريننج والبايو اس؟ يعني مثلا انا عايز اعرف الدواء بيقلل الضغط ولا لا، فاروح اقيس بلاد بريشر. عايز اعرف الدواء بيقلل السكر ولا لا، فاروح اقيس بلاد جلوكوز. في المعامل اللي انتوا كنتم بتاخدوها كنا بنعمل واي اس اي مثلا الاستايل كولين، بيعمل كونتراكشن ولا ما بيعملش، تمام؟ طيب دلوقتي في مجموعه من الاختبارات، الاختبارات اللي فاتت دي اللي هو لو انت هتقيس ضغط، لو هتقيس سكر، لو هتقيس استايل كولين، الاختبارات دي احنا اختبارات كلينيكال، اما لو انت بتعملها على بني ادم اسمها كلينيكال، او لو بتعملها على حيوان او انيمال بنسميها بري كلينيكال، تمام؟ طيب السؤال دلوقتي، وطبعا بنقيس حاجات مثلا في الدم، بنقيس حاجات على الاورجانز. طيب لو انا دلوقتي عايز اقيس بيهيفيور، يعني ايه اقيس بيهيفيور؟ يعني دلوقتي انت زعلان ولا سعيد، تمام؟ انت مبسوط مثلا، او انت زعلان ولا مبسوط. طب انا اقيس حاجه زي دي ازاي؟ خلاص يعني انا زعلان مثلا ولا مبسوط، اقيس حاجه زي دي ازاي؟ طبعا من هنا جت حاجه اسمها البيهيفيورال اسي او البيهيفيورال اناليسيس. يبقى ايه قصه البيهيفيورال اناليسيس دي؟ دي اختبارات بتقيس البيهيفيور نفسه. ديك مثال زي اللي احنا او السكشن اللي احنا هناخده دلوقتي، اللي احنا هنعمل اسي للانتي الزايمرز دراجز، للالزايمرز ديزيز، تمام؟ طبعا مرض الزهايمر بيزيد فيه حاجات في الدم، يعني على سبيل المثال او يعني اللي هو الماركر الرئيسي بتاع الزهايمر ماده بنسميها احنا عندنا البيتا امايلويد بروتين. البيتا امايلويد بروتين دي بتزيد فين؟ بتزيد في البرين، في المخ. فاحنا بناخد الماده دي من المخ بتاع الحيوان، او بناخد البرين بتاع الانيمال وبنطحنه وبنقيس في الماده دي، او بنقيس مثلا في السيرم او في البلازما بتاع الحيوان ده او بتاع العيان عموما. يعني العيان مثلا بنعمل اكس راي على البرين وبنشوف، او الام ار اي على البرين، وبنشوف عنده تكتلات من البيتا امايلويد بروتين ده ولا لا. ده اللي هو الاختبار العادي الكلينيكال. الفكره هنا في العيان بتاعنا، يعني عيان ضغط الهايبرتنشن، انا كنت بعمل له ايه؟ كنت بقيس له البلاد بريشر، وزياده البلاد بريشر دي معناها ان هو عنده بعض الاعراض او عنده زياده ضغط بس. طب العيان بتاع الزهايمر انا بقيس البيتا امايلويد، البيتا امايلويد ده انا بقول ان هو انديكيشن لوجود مرض اسمه الزهايمر. طب انت برضو ايه اللي خلاك اصلا تشك في مرض الزهايمر؟ ان العيان ده الميموري بتاعته بينسى، او العيان ده الميموري بتاعته عندها فيه مشاكل. وبالتالي احنا لما بنيجي نشتغل على مرض الزهايمر، احنا مش بس بنقيس الماركر بتاع البرين او الماركر بتاع الدم، ده احنا كمان لازم نشوف البيهيفيور بتاع العيان. ليه؟ لان ممكن يبقى العيان عنده زياده في الاميلود بروتين لكن البيهيفيور بتاعه كويس، مفيش اي ايه، مفيش اي اي مشاكل، تمام؟ يبقى من هنا احنا جينا بنقيس، بناخد التستات او السكاشن اللي جايه. السكاشن دي هي عباره عن قياسات البيهيفيورال تكنيكس. احنا ايه اللي بنعمله في البيهيفيورال تكنيكس؟ سكشن النهارده احنا بنتكلم على البايو اسي اوف انتي الزايمرز دراجز، هناخد فيه ثلاث اختبارات، الموريس ميز تيست، الواي ميز تيست، النوفل البي دي معلش خلوها في، النوفل اوبجكت ريكوجنيشن تيست، تمام؟ طيب تعالوا كده نمسكهم واحد واحد. بص يا شباب،
قبل ما نتكلم على اي حاجة، انا محتاج اشرح لكم بس حاجتين. ان الميموري بتاعتنا ممكن تبقى نوع من اتنين، ممكن ان هي تبقى سبيشال ميموري، او ممكن ان هي تبقى نون سبيشال ميموري. يعني ايه يا دكتور محمد الكلام ده؟ تعالى نترجمهم بالعربي. سبيشال ميموري احنا بنقول عليها بالعربي الذاكرة المكانية. طب نون سبيشال ميموري احنا بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها الذاكرة الغير مكانية. يعني ايه تقصد انت بالذاكرة المكانية الغير مكانية؟ الذاكرة المكانية سبيشال ميموري يعني لما اقول لك كده، انا دلوقتي وديتك مثلا كلية الصيدلة من طريق معين، يا ترى بقى بكره هتفتكر توصل للكليه من نفس الطريق ده اسمه، او هتعرف اصلا توصل للكليه، ده اسمه الذاكره المكانيه. مكان ان انت تفتكر المكان ولا لا. ايه بقى الذاكره الغير مكانيه اللي هي النون سبيشال ميموري؟ الذاكره الغير مكانيه دي هي ذاكره الاشياء. يعني انت هقول لك ايه، انت امبارح مثلا قابلتني، جيت النهارده تاني يوم، فانا بقول لك انت فاكر انت قابلتني امبارح ولا لا، اسمها اشياء، ده ملوش علاقه بالمكان. انت متذكر حدث معين ولا لا؟ لما اجي اقول لك مثلا انت اكلت مثلا طعميه امبارح، فاكر انت اكلت ايه؟ فتقول لي اه انا اكلت طعميه، دي ما اسمهاش سبيشال ميموري، اسمها نون سبيشال ميموري. يبقى الذاكره اللي هي بتتذكر الاحداث او الايفنتس بتاعتنا دي اسمها ايه؟ اسمها الذاكره الغير مكانيه. كمان الذاكرات عموما سواء السبيشال او النون سبيشال ممكن تنقسم الى جزئين، ممكن نقول عليها لونج تيرم ميموري، خلاص، وممكن نقول عليها شورت تيرم ميموري. ايه اللونج تيرم ميموري ده؟ اللونج تيرم ميموري ده يا جماعه لما انا ابقى عايزك تتذكر حدث من فتره، يعني مثلا حدث عدى عليه يوم، او حدث او مكان عدى عليه يوم، تمام، يبقى ده اسمه لونج تيرم، لان او اسبوع ده اسمه لونج تيرم. الشورت تيرم ميموري دي ايه؟ انا دلوقتي وديتك مكان وبعد 10 دقائق غيرنا مكاننا، ده قلت لك يلا ورينا هترجع المكان ده تاني ازاي، ده اسمها شورت تيرم، لان انا بخليك ترجع بعد فتره قصيره. او انت دلوقتي سلمت عليا وانا سبتك ومشيت ورحت راجع بعد 5 دقايق، فانت افتكرتني، دي اسمها ايه؟ اسمها شورت تيرم ايه؟ ميموري. خلاص يا جماعه، يبقى احنا عندنا السبيشال ميموري والنانا سبيشال ميموري، وكل واحده فيهم ممكن تبقى لونج تيرم وممكن تبقى شورت ايه؟ ممكن تبقى شورت تيرم. طيب تعالوا بقى نمسكهم اختبار اختبار عشان احنا كده هنبقى فاهمين الاختبارات دي عامله ازاي. طبعا انا يهمني قبل بقى ما اشرح الكلام هنا اوريك الاختبار ده بيتعمل ازاي، ونرجع تاني نشوف الدنيا هتمشي ازاي. خليكم معايا ثواني. و18 نورمال كنترول. فور 21. بص يا شباب، ده الاختبار بتاعنا، ده هو الموريس ميز تيست، خلاص. طيب ايه بقى الموريس ميز ده؟ عبارة عن ايه الموريس ميز ده؟ عبارة عن اختبار للميموري اللي هي السبيشال ميموري، واحنا بنقول السبيشال لونج تيرم ميموري،
خلاص يعني ده متخصص اكتر للونج تيرم السبيشال، بس اي نوع؟ النوع بتاع اللونج تيرم ميموري. خلاص طيب الاختبار ده عباره عن ايه؟ زي ما انتم شايفين ميز يعني متاهه او حمام او سباحه، اسف هو اسمه موريس او ووتر موريس ميز. خلاص ليه؟ في ناس بتسميه موريس ميز تيست وفي ناس بتسميه ووتر موريس ميز تيست. خلاص ده عباره عن حوض كبير زي ما انتم شايفين كده، حوض كبير اهو، مش عارف بقى ارسمها لكم. خلاص حوض كبير زي ما انتم شايفين كده اهو، الحوض ده بيبقى عايز لما بيتملي ميه بيبقى عايز 3 4 او 5 عشان بس يزقوه. تمام تقريبا قطره حوالي، يعني لو احنا جينا قلنا ده القطر تقريبا بيكون حوالي متر يعني على حسب كل جهاز ممكن يبقى متر و10 سنتي متر و20. خلاص احنا بنقسمه الى 4 ارباع، احنا بنقسمه بالشكل ده كده الى اربع ايه، الى 4 ارباع. حتى لو تلاحظ في خيط اسود كده احنا حاطينه على الموريس ميس، في خيط اسود شادين خيط من هنا وشادين خيط من هنا عشان نقسمه 4 ارباع. خلاص طيب بنعمل احنا ايه؟ يبقى دي اول حاجه شكل الجهاز اهو، الجهاز بيبقى فيه ميه، الميه دي احنا مخلين لونها ابيض. تمام وهنفهم الكلام ده كله دلوقتي ليه. يبقى الجهاز ده او الميز ده بيبقى فيه ميه والميه دي احنا مخلين لونها ايه؟ مخلين لونها ابيض. عملنا لونها ابيض ازاي؟ اما بضاي او عن طريق الملك عن طريق اللبن. تمام طيب وفي الناحيه دي زي ما انتم شايفين كده في ايه؟ في حاجة بنسميها بلاتفور، يعني المكان ده أو الحتة دي الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي اسمها بلات ايه؟ اسمها بلاتفور. خلاص يبقى أنا عندي الموريس ميز ده عبارة عن حوض كبير، الحوض ده أنا مقسمه إلى 4 أرباع 4 كوارترز. خلاص وفي كورتر منهم أنا حاطط بلاتفور، البلاتفور انت يتهيأ لك إنها فوق المية لكن هي مش فوق المية، ده البلاتفورم دي بتبقى سبميرجد. خلاص احنا حطينا تحت الميه سبمرجد ايه؟ سبمرجد تحت الميه. خلاص بحوالي 1 سنتي للماوس او 2 سنتي للريت الفار الكبير. خلاص طيب يبقى انت بس عشان الكاميرا جايبه من فوق فانت بتهيأ لك ان هي فوق الميه، لا دي سبمرجد تحت الميه ومتلونه هي كمان باللون الابيض. يبقى خد بالك انا ملون البلاتفورم باللون الابيض وملون الميه كمان باللون الايه؟ باللون الابيض. هقول لك ليه؟ باختصار شديد جدا الفار لونه ابيض والميه لونها ابيض والبلاتفورم لونه ابيض. تمام؟ انا لما برمي الفار في الميه هدفي اصلا ان الفار هيغرق، فهدفي ان الفار يعرف ينقذ نفسه. طبعا هو في الاول ما بيبقاش عارف احنا بنمرنه. فهدفي ان هو يعرف ينقذ نفسه ويوصل فين؟ ويوصل في البلاتفورم دي. لو هو شايفها هو هيروح ليها بعينيه مش بالذاكره، هو هيروح ليها بايه؟ بعينيه. انا بمرنه، انا بفضل الفتره الاختبار بمرنه، وفي يوم للاختبار في يوم للتيست بمرنه ان هو يعرف ان المكان دون هو المكان اللي بينقذه، المكان ده هو ده هو ده المكان اللي ايه اللي بينقذه، سواء بقى هو موجود في الربع ده، سواء هو موجود في الربع اللي هنا، سواء هو موجود في الربع الايه اللي هنا. يبقى ده انا بدرب الفار ان هو لما ينزل الميه دي يعرف يوصل للبلاتفورم وينقذ نفسه، لان الفار ما بيبقاش عارف مش شايف اصلا البلاتفورم لانها لونها ابيض وانا حاططها تحت الميه اللي لونها ابيض والفار نفسه لونه ابيض. الفار ده بيمشي في الميه بمستوى افقي مش زي حضرتك وانت باصص على الجهاز كده من فوق، فبالتالي مش شايف قدامه البلاتفورم. خلاص؟
يبقى احنا كده الجهاز زي ما انا شرحته ليكو بالوضع ده. طيب الاختبار بيتم ازاي بقى؟ الاختبار بيتم ازاي يا جماعة؟ اللي بيحصل كالآتي: أول حاجة لازم تبقى عارفة إن مدة الاختبار، إن الاختبار ده عشان يتم تمام بيبقى فيه تو فيزز، بيبقى فيه تو فيزز. الفيز الأولاني ده بنسميه التريننج فيز، والتريننج فيز ده بيبقى عبارة عن من 5 ل 6 دايز، وفي بعض الناس بتعمله 4 أيام، هو متوسط 5 دايز لمدة 5 أيام، كل يوم منهم في 3 ترايلز. خلاص يعني كل يوم من الخمس ايام فيها 3 ترايلز في اليوم. يعني ايه 3 ترايلز؟ يعني بمرن الفار مره من الربع المواجه، مره من الربع ده اللي هو المواجه للبلاتفورم، ومره من الربع ده، ومره من الربع ده. ليه انا برمي الفار من كل ربع؟ ها الاسئله دي اسئله بقى ممكن تبقى اسئله جيف ريزون. ليه برمي كل مره الفار من الربع ده؟ علشان خاطر الفار لو انا مرنته من الربع بس المواجه للبلاتفورم كده، كانه خط الفار هيحفظ خط سير واحد، الفار هيحفظ خط سير واحد. لا انا عايز الفار يمرن الميموري بتاعته ان في بلاتفورم موجود في الحته دي، سواء انا جيت من هنا يبقى انا بمشي كده، سواء انا جيت من هنا يبقى انا بمشي كده، سواء انا جيت من هنا يبقى بمشي ايه، لما ما تمرنيش على خط سير واحد. خلاص. طيب السؤال التاني اللي الناس هتسأله دلوقتي: طب هو الفار أصلا بيعرف إزاي طريقه؟ الفار يا جماعة بيعمل نافيجيشن، نافيجيشن يعني ملاحة، بيعوم في المية. طب هو لما بيعمل نافيجيشن، خلاص طبعا في الأول أنتوا هتاخدوا بالكم دلوقتي إن هو في الأول الفار ما بيعرفش أصلا لسه يوصل للبلاتفورم. هو أصلا الفار إزاي بيوصل للبلاتفورم بتاعه؟ الفار بيوصل للبلاتفورم عن طريق حاجة بيسميها الكي. خلاص وهنفهم الكلام ده كله. بيعلم الاماكن بتاعته. يعني ايه بيعلم الاماكن بتاعته؟ يعني هو لما بيمشي خلاص في الاول ما بيعرفش، فانا بوصله انا بنفسي للبلاتفورم، وهنعرف الكلام ده بالتفصيل، هقوله لكم دلوقتي بالتفصيل. فانا بعمل ايه؟ بوصله بنفسي للبلاتفورم. لما بيقف الفار على البلاتفورم بسيبه واقف على البلاتفورم فتره معينه، وهحكي لكم كل الكلام ده. هو الفار بيبدا يشب براسه ويبص حواليه ويعلم طريقه. يعني احنا مثلا البلاتفورم ده لو تعرفوا الطرقه اللي بين المعملين عندنا بيبقى فوقيها الجهاز اللي احنا بيهبب الاوراق بتاعه التشارت اللي انتوا كنتوا بتشتغلوا عليها، اللي هو بيعمل الفليم، الفليم هنا اللي بيعمل الجهاز بتاع الكيموكراف، الشارت بتاع الكيموكراف. خلاص. فالفار بيبص فوقيه يلاقي الجهاز ده موجود، ويلاقي عنده شباك، ويلاقي مثلا محمد او واقف بيرمي له مثلا من الناحيه دي. خلاص. فيعرف ان في واحد وراه وفي جهاز هناك وفي واحد بيصوره من فوق، فبيبدا يعلم، فبيسميها ايه؟ الديستال كيز بتاعته، اللي هو بيعلم بيها طريقه، اللي هو بيعلم بيها طريقه. خلاص. فبيحفظ الكيس دي، هشرح لكم انا دلوقتي الامور دي. المهم ان احنا عندنا في فيز اسمه التريننج فيز، خلاص ده بيبقى مده 5 ايام، وفي فيز تاني اسمه التيست فيز، ده بقى اليوم بتاع الاختبار فعليا. اليوم ده بيحصل فيه الاتي: بنشيل البلاتفورم دي خالص، خلاص بنشيلها من مكانها خالص، وبنسمي ده الكيو 4 اللي هو الكورتر بتاع التيست، وبنسيب الفار يعوم في الميه. طبعا الفار كان عارف واتمرن بقاله 5 ايام ان في بلاتفورم، فتلاقي الفار دايما بيعدي على الحته دي كتير، فتلاقي الفار دايما بيعدي على الحته دي كتير. فاحنا بنحسب الوقت اللي قضاه الفار في الحته دي من الوقت الكلي اللي عام فيه في المور سميث. خلاص. طيب عشان ما نلخبطكوش تعالوا نشوف الاختبار بيبدا ازاي. فار 13 تمبول ترايل 2. ادي الفار يا جماعه زي ما انتم شايفين، بيعوم في الميه. احنا هدفنا كله بنسيبه مده يا جماعه، المده دي عباره عن ايه؟ عباره عن دقيقه، 1 مينت، يعني 60 ثانيه. لو الفار عرف يوصل في خلال ال 60 ثانيه خلاص احنا ما بنساعدوش. الفار ما عرفش يوصل في خلال ال 60 ثانيه دي، احنا بنبدا نعمل له جايدنج عشان نوقفه على البلاتفورم دي. بص الوقت هنا اهو 44 ثانيه،
آسف أهو 45، إحنا كل ده مستني الدقيقة بتاعة الفار يمكن يعرف يوصل. طبعا بصوا الفار بيقرب من البلاتفورم ما بيعرفش يقف عليها لأنه لسه ما يعرفش إن دي المكان اللي هو المفروض هينقذه. طبعا الفار كمان أول ما بينزل في المية أول مرة بيبقى يعني صحته حلوة. بص أنا دلوقتي رحنا نعمل إيه؟ رحنا نوقف الفار. طبعا في طريقتين، في مدرستين، يا إما في مدرسة تقول لك شيل الفار وحطه على البلاتفورم مباشرة، وفي مدرسة تقول لك لا يعني ابدأ أنت عومه في المية لغاية ما يوصل على البلاتفورم دي. طيب أول ما يوصل للبلاتفورم يا جماعة، أول ما يوصل للبلاتفورم بنسيبه واقف عليها فترة من 15 ل 30 ثانية. من 15 ل 30 ثانية. خلاص؟ إيه الهدف من الفترة دي؟ الهدف من الفترة دي إن الفار ياخد فرصته إنه يعلم المفاتيح بتاع الطريق. زي ما قلت لكم بيقف هنا يبص حواليه، يلاقي وراه هنا الجهاز بتاع الفليم، يلاقي فوق على البنج هنا في برميل وفي حد واقف بيصوره من فوق. فبيعلم طرق، في شباك موجود في الحته دي، الشباك ده بيدخل ضوء النهار. فبيبدا الفار بتاعنا يا جماعه يعلم ايه؟ يعلم الطريق بتاعته. ولازم كل الكونديشنز دي تبقى ثابته للفار، ولازم نوفر للفار كل عوامل الاختبار من هدوء، ما ينفعش نتكلم جنبيه زي ما قلت لك الفار بيعلم طريقه، ما ينفعش اغير المواقع بتاعته افنى، لازم تبقى المواقع ثابته. الكلام ده فعلا حصل معانا، احنا دي كانت تجارب الماجستير بتاعتنا وما زالت تجارب الدكتوراه. مرة الشباك ده اللي أنا بقول لك عليه موجود في الناحية دي، خلاص مرة الشباك اشتغلنا أخرنا واشتغلنا بالليل، الفيران طبعا كانت متعودة إنها تشتغل بالنهار. طبعا أول يوم زي ما هتلاحظوا أول يوم في التدريب هتلاقي دايما الفيران أغلبها بنسبة 95% بيعدوا الدقيقة، ما بيعرفوش يوصلوا في أقل من دقيقة. مع اليوم التاني ابدأ المدة تقل لغاية ما نوصل لليوم الخامس، ممكن تلاقي الفار وصل في 5 ثواني. يعني اليوم الأول مثلا من 60 ل 80 ثانية، اليوم الثاني من 30 ل 50 ثانية، اليوم الثالث يبدأ يبقى 20 ثانية وهكذا لغاية ما يوصل لخمس وست ايه؟ وخمس وست ثواني. خلاص؟ اللي بيحصل ان احنا في يوم من الايام الفار بعد ما وصل وبقى بيوصل في 20 ثانية اتأخرنا، فاشتغلنا مع الفيران بالليل بدل النهار، فالشباك اللي كان بيدخل ضوء نهار قدام البلاتفورم هنا والفار معلم طريقه في الحتة دي، خلاص؟ الفار اتلخبط بقى، ما بدل ما يرجع 20 ثانيه رجع تاني يرجع ل 40 ايه؟ ل 40 ثانيه. هنا مهم جدا ان احنا نثبت العوامل اللي الفار بيعلم بيها طريقه. خلاص؟ طيب ليه بنسيبه 15 ل 30 ثانيه؟ لان اقل من 15 ثانيه غير كافيه للفار ان هو يشوف الاماكن اللي بتعلم طريقه. خلاص؟ يبقى احنا بنسيب الفار لمده من 15 ل 30 ثانيه على البلاتفورم ده. خلاص يا جماعة؟ طيب يبقى إذا أنا عشان أعتبر إن الاختبار ناجح كتريننج، هدفي إيه تاني أهو؟ عشان أعتبر الاختبار ناجح كتريننج، الماوس بيترمي خلاص في الكورتر ده، ده الترايل الأولانية. طب بعد كده بروح رميه من الكورتر ده، بعد كده بروح مرميه من الكورتر ده، كل ترايل ده كل ده في اليوم الواحد، يعني في اليوم الواحد في 3 ترايلز خلاص لمدة 5 ايام. خلاص الثلاثه ترايل دي عباره عن الفار بترمي كام مره؟ بترمي مره من الكورتر المواجه للبلاتفورم، مره من الكورتر ده، مره من الكورتر ده. خلاص؟ طيب الترايل الواحده مدتها 60 ثانيه يعني دقيقه. خلاص لو الفار نجح انه يوصل في 60 ثانيه للبلاتفورم لازم يقف على البلاتفورم حوالي 15 ثانية أقل حاجة. تمام؟ يبقى الفار وصل في فترة من 60 ثانية أو أقل لازم يقف على البلاتفورم حوالي 15 ثانية. تمام؟ طيب إن الفار عدى ال 60 ثانية بروح أنا اللي بعمل له جايدنج وبحطه أنا على البلاتفورم وبرضه يقف عليها 15 ثانية. طب يا دكتور دلوقتي الفار وصل للبلاتفورم بتاعتك في 50 ثانية، ولما جه وقف على البلاتفورم قضى 10 ثواني كده الفار وراح نطت في المية تاني، كده الفار نجح؟ لا الفار كده ما نجحش، الفار بنعتبره ما زال في المية. يعني ايه بنعتبره ما زال في المية؟ يعني الفار كأنه قعد 50 ثانية زائد 10 ثواني، إذا مدة قعدة الفار كلها في المية 60 ثانية.
يبقى الفار لسه ما نجحش، وهروح اخده انا تاني واحطه على البلاتفورم واقعده تاني 15 ثانية. طب يا دكتور الفار وصل في 50 ثانية وقعد بالفعل على البلاتفورم 15 ثانية، كده المدة بتاعت وصول الفار قد ايه؟ خلاص دي كده المدة 50 ثانية. بنرجع بال 15 ثانية دي. طب لو ما قعدش ال 15 ثانية بضم الوقت بتاع البلاتفورم للوقت بتاع عمو في المية واشوف هو كده اقل من دقيقة ولا اعلى؟ اقل من دقيقة اهو لسه بيعوم، اعلى من دقيقة يبقى انا اللي احطه على البلاتفورم تاني. خلاص يا جماعة؟ طب يبقى احنا بنكرر الكلام ده، خلاص بنكرر الكلام ده بتاع الفار ثلاث مرات في اليوم الواحد. طيب تعالى ده مثلا كان اليوم الاول، تعالى بص شكله بقى في اليوم التاني كان عامل ازاي. طار اي حاجة كده عشوائية. بص يا جماعة الفار دلوقتي اترمى خلاص اهو، بقى لو تاخدوا بالكم طبعا اليوم التاني ما بيبانش لسه التأثير قوي. بصوا اللي حصل هنا، الفار وقف فين؟ الفار ادي 14 ثانية، ادي كده الفار وقف خد 14 ثانية. تمام، خد بالك ده احنا لسه في مراحل تريننج، فالناس تقول لي ده معقول اتعلم بسرعة في فيران؟ بتتعلم بسرعة في فيران؟ لا هنشوف، تابعوا الفيديو هنشوف. ادي 14 ثانية، عد معايا المفروض نبقى لغاية يعني الفيديو يعد لغاية 30، هيشوف يا ترى هيقف على البلاتفورم ولا لا. ادي 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. كده الفار ده يا جماعه نجح. ليه؟ لان وقف على البلاتفورم حوالي 15 ثانيه. خلاص طب كده يبقى مده وصول الفار ايه؟ 14 ثانيه. ما دام وقف المده الكامله على البلاتفورم خلاص بكنسل الوقت بتاع البلاتفورم واعتبر ان الفار واقف عند 14 ثانيه. طيب نشوف فيديو غير. طبعا مش كل الفيران بتتعلم كده. الكلام ده ممكن دي تبقى الترايل الثالثه في اليوم ده. طب تعال نشوف فار غيره. بص الفار ده في اليوم التاني برضه اهو، لسه مش عارفها لسه، بس بدأوا يحسوا ان ايه، ان في الناحية دي في بلاتفورم. خدت بالك الفار يخبط فيها اهو، لانه لسه ايه اليوم التاني لسه تحت التدريب. مازال الفار بيعوم في الميه، لسه مش عارف احنا وصلنا للدقيقه 45، الثانيه 45 اهو اهو، ما وصلش. وصل في الدقيقه، وصل في دقيقه، وصل في 60 ثانيه بالظبط. يبقى بعد اليوم الاول اللي ما كانش يوصل اصلا في دقيقه، هنا وصل ل 60 ثانيه. ماشي كمل الفيديو. عد بقى معايا المفروض تعد هنا يوصل ل 15 ثانية. كده الفار وقف ايه؟ وقف ال 15 ثانية بتاعته، يبقى خلاص مفيش ايه؟ زي ما قلت لك دي بتبقى من 15 ل 30 ثانية. على حسب ايه؟ بعض المدارس يعني. طيب. بقى الفار وصل 60، لو ما كانش، لو كان بقى نط قبل ال 15 ثانية، زي مثلا نط في ال 12. قلنا ان هو وصل في 60، لو نط في ال 12 لا هتجمع 60 زائد 12 يبقى الفار لسه، يبقى الفار ده قضى لسه 72 ثانيه وما زال بيعد، واقدر احطه تاني على البلاتفورم. تعالوا برضو نشوف فيديو تاني. كل ده انا في اليوم الايه؟ كل ده انا في اليوم التاني. برضو هنا الفار اهو، خلاص اعتقد الصوره بقت يعني سلسه هنا. تعالوا نشوف اليوم الثالث الفار بيحصل له ايه. اليوم الثالث
بص يا جماعة بقى، اليوم التالت، عد معايا الوقت، ادي 5 6 اها، وصل في قد ايه؟ وصل في 19 ثانية، خدت بالك؟ خلاص بدأت الفترة بتاعة الفيران تقل، وبنعد له 15 ثانية، بنلاقيه واقف خلاص مفيش مشكلة، يبقى الفار وصل في 19 ثانية. طيب تعال نشوف اليوم الرابع. فيديو غلط. ده بقى فار ممكن يكون عنده زهايمر. بص المدة طولت بتاعته، طبعا احنا حاطين الفيديوهات مع بعض دلوقتي، فعشان كده ايه، بصوا ده في اليوم الرابع، لسه في التريننج بتاعه، وحش ذاكرته وحشه، المفروض ان هو كان يوصل اقل، السيكونس يمشي اقل. تعال نشوف فار غيره بقى. وصل في قد ايه؟ في قد ايه؟ وصل في 12 ثانية. بص المدة بتقل ازاي؟ وصل في 12 ثانية. تعال نشوف فار تاني برضو. وصل في ثانيتين. ده واخدين بالكم بتتنوع بقى في اليوم الرابع، تبص تلاقي الفيران ايه، ومع الترايل بقى، لما تيجي ترمي الترايل اول مرة يوصل 20، الترايل بقى التانية والتالتة توصل على طول، يوصل في ثواني ايه قليلة. تعال نبص هنا، ده اليوم الخامس مثلا. وصل في 7 ثواني، عد 15 ثانية، 7 7 15، المفروض تبقى 22. بصوا نط في ال 18، فاحنا كملنا الفيديو كأنه لسه بيعوم عادي. أهو كملنا الفيديو كأنه لسه بيعوم عادي، ورجع تاني، أهو عارف مكانه خالص أهو. طبعًا ده فار عارف مكانه، فعمال بقى بيستهبل. إحنا طبعًا كل الملاحظات دي بنسجلها. عجب العوم، فخلاص يبقى إحنا بالنسبة لنا هو وصل في الحاجة و20، لأن هو نط ورجع. ده اللي أنا كنت بحكي لكم عليه. دلوقتي هو قضى ال 15 ثانية بتاعته، خلاص عادي مفيش مشكلة. تعالى نشوف ده. بص الفار ده، ما ده هتلاقيه، ما ده الفيديو نايس. بص يا جماعة، بص الفار بقى عارف طريقه. وصل في 14 ثانية. طبعا الفترة بتاعت التريننج دي بتبقى انديكيشن بتاعنا الفيران اللي هي ذاكرتها طبيعية، والفيران اللي هي ذاكرتها ايه مش طبيعية. يعني دايما بنلاقي الفيران النورمال، دايما نلاقي الفيران النورمال السيكونس بتاع الوقت بيقل. يعني ايه بيقل؟ يعني تلاقي مثلا من اول يوم اكتر من 60 ثانية، بعد كده يبدأ الرينج يبقى من 30 ل 59 او لل 60، بعد كده اليوم اللي بعديه تبدأ تلاقي بقينا في العشرينات، بعد كده اليوم اللي بعديه تلاقينا بقى عشرينات و10، بعد كده اخر يوم ده ممكن تلاقينا 7 ثواني 8 ثواني 15 ثانيه وهكذا. الفار بقى اللي عنده زهايمر اول يوم برضو اكتر من 60، كلهم زي بعض اول يوم، ما حدش فيهم يعرف اصلا متدرب، كلهم اول يوم اكتر من 60 تمام. تاني يوم برضو بيبدا يتحسن زيه زي النورم، 30 ل 59. تالت يوم بقى تبدا تلقاه ايه، لا يعني من 25 ل 30. رابع يوم ما يوصلش بقى للسبعات والعشرات زي فار النورمال، يبقى لسه في العشرينات، ممكن يرجع للثلاثينات تاني، في فرات ترجع للاربعينات وهكذا. ده انديكيشن اثناء الايه،
انديكيشن اثناء التريننج. يوم التيست بقى يا دكاتره بتعملوا ايه؟ بنعمل الاتي، عندي فيديوهات بس اتمسحت فاحيانا ايه مش بلاقي الفيديو. طيب على العموم، على العموم انا هفهمكم يعني العمليه مش محتاجه فيديو، انا مش فاكر بقى حط الفيديو فين. يوم التست بنعمل ايه؟ بنشيل البلاتفورم ده خالص يا جماعه، بنشيل البلاتفورم ده من مكانه خالص، وبنرمي الفار في الميه خلاص لمده دقيقه كامله. يعني هنا مش بنستنى يقل يوصل في حته، لانه انا كده كده شايل اوريدي البلاتفورم، البلاتفورم دي خلاص مش موجوده. شلتها، ما بقتش موجوده. خلاص؟ وبرمي الفار في الميه لمده، وبسجل الفيديو لمده دقيقه. طب بتشوف ايه؟ بشوف الفار رقم واحد ده اسمه الكيو 4. ده الكيو 4. الفار قعد هنا مدة قد ايه من الدقيقة؟ يعني الفار بيعوم في الحوض ده كله دقيقة، بس قعد في الكيو 4 قد ايه؟ هل قعد 20 ثانية؟ هل قعد 30 ثانية؟ خلاص؟ طبعا كل ما تزيد المدة اللي بيقعد فيها في الكورتر كل ما معناها ان الميموري بتاعته كويسة، لان هو بيدور على البلاتفورم، هو طبعا مش موجودة بس هو بيدور عليه. كمان عدد المرات اللي عمل بيها كروسنج للبلاتفورم للكوارتر 4 ده، الكروسنج اللي قضاها في الكوارتر 4 بيعدي كتير هنا عكس الايه؟ عكس النواحي الثانيه. خلاص ده يا جماعه المورس ميز تيست. تعالوا بقى نرجع للبي دي اف سريعا كده. المورس ميز تيست ليه برنسبل، ايه هي البرنسبل دي؟ هو عباره عن تيست للسبيشال لونج تيرم ميموري للمايس بيزد على الديستال كيوز او الكيز، خلاص على مفاتيح بيعلم بيها مكانه عشان تو نافيجيت فروم الستارت لوكيشن من المكان اللي انا رميته فيه خلاص في اوبن سويمنج اريا اللي هو مقصود بيها ارينا اللي هو المقصود بيها الحوض تو لوكيت عشان يدور على السبميرجد اسكيب بلاتفورم. الهدف الاختبار ده انه الفار بيستخدم الديستال كيوز خلاص المفاتيح بتاعه تعليمه لمكانه علشان يعوم من المكان اللي انا رميته فيه لغايه اما يوصل للبلاتفورم. السبيشال ليرنينج از ميجرد اكروس ريبيتد ترايلز وير ريفرنس ميموري از ديتيرمايند باي البريفيرنس فور البلاتفورم اريا، المكان اللي بيعلم بيه البلاتفورم اريا لما يكون البلاتفورم مش موجود، يعني قد ايه بيفضل المكان. خلاص اتس يوزد فور الايفالويشن اوف الانتي الزايمرز دراجز، خلاص والانيمال اللي بيستخدم ممكن يبقى الرات ممكن يبقى الماوس زي الانتكت انيمال اللي كنا بناخده في سنه ثالثه. انا هنا ما بفصلش ما باخدش حاجه من الاورجن. طيب هو الشغل ده احنا ممكن نعمل فيه، احنا ممكن نقارن مجموعه نورمال ما عندهاش مرض بمجموعه عندها الزهايمر بمجموعه عندها الزهايمر واديناها الدواء. طبعا المجموعه النورمال الميموري بتاعتها حلوه، المجموعه الزهايمر الميموري بتاعتها وحشه، المجموعه اللي خدت عندها زهايمر وما عندها درج احنا بنستناها بقى نشوف هل الدواء ده فعلا حسنه وبيقربه من النورمال ولا الدواء ما عملش حاجه فلسه زيه زي الزهايمر. المواصفات بتاعه الجهاز زي ما قلت لكم الجهاز ده ميز مصنوع من الميتال من المعدن، والقطر بتاعها 122 سنتي يعني تقريبا متر و20 سنتي، وارتفاعها 50 سنتي، والوولز احنا دهنينها بلاك، وفي بلاتفورم طولها 10 ل 12 سنتي بنحطها تحت الميه بمقدار 1 سنتي، ودرجه الحراره بتاعه الميه بنحافظ عليها دايما تبقى من 19 ل 22، وبنحولها الى تربت باستخدام الميلك باودر او باستخدام وايت داي. ايه البروسيدور بتاعنا؟ طبعا اول حاجه احنا بيبقى معانا كاميرا، احنا عشان احنا استخدمنا السمارت فون بتاعنا فكتبنا ان احنا استخدمنا سمارت فون. انت لو بتستخدم اي نوع كاميرا لازم تحدد اسمها. الانيمال ستارتد التريننج ترايلز، ودي بنسميها برضو اسكويشن فيز او بنسميها تريننج فيز، بنحطه في الستارت بوزيشن في الميز اللي هو المواجه للوول. الانيمال بيترمي في الميه خلاص، وبنستخدم تايمر وقت معين او التصوير عشان نحدد ان الانيمال بنوقف التجربه او بنوقف التريننج لما الانيمال بيوصل في خلال وقت 1 دقيقه. الترايل سكسسفول لما الانيمال يوصل للبلاتفورم في 1 دقيقه ويقعد على البلاتفورم 15 ثانيه.
لو الانيمال فيرد ان هو يوصل في 1 دقيقه احنا بنعمل له جايدنج، ولغايه اما احنا نحطه بايدينا على البلاتفورم. كل انيمال بياخد 3 تريننج ترايلز في 3 ستارتنج بوزيشنز اللي هم 3 كوارترز المواجهين للبلاتفورم لمده 5 ايام. الميز بنقسمه 4 كوادرنتس، 3 منهم بيبقوا الستارتنج بوزيشن والرابع هو ده اللي بيبقى محطوط في البلاتفورم. يوم الاختبار خلاص اللي احنا بنسميه بروب ترايل، يعني التريننج فيز بنسميه اس كويستشن، الاختبار بنسميه بروب. بنشيل البلاتفورم خلاص والانيمال بتاعنا بنحطه في البوزيشن المواجه للمكان اللي كان فيه البلاتفورم خلاص. والتوتال تايم اللي الانيمال بيقضيه في الفورث كوادرنت، يعني التايم اللي الانيمال بيقضيه في الفورث كوادرنت خلاص بنحسبه، بيقضي وقت قد ايه يا جماعه في الكوادرنت 4، بنحسبه من الدقيقه كلها من الدقيقه. فمثلا الانيمال، في انيمال يقضي 10 ثواني بس من الدقيقه، وفي انيمال يقضي 40 ثانيه، يبقى اللي قضى 40 ثانيه ده هو اللي الميموري بتاعته ايه كويسه، لان كل ما يقدر يقعد هاير ديوريشن في الفورث كوادرنت كل ده معناه انه عارف ان ده مكان البلاتفورم. التوتال تايم اللي الانيمال بقى قضاه فيه هو ده اللي بنحسبه، وهو ده يا جماعه اللي احنا ايه اللي احنا بنحدد منه اذا كان الانيمال بتاعنا قضى فتره عنده ميموري كويسه ولا عنده ميموري ايه وحشه. خلاص يا جماعه. طبعا في ابلكيشن، في تطبيق، في فيديوهات تطبيقيه هتاخدوها على الكلام ده وهتحسبوا لي الانيمال مين اللي عنده زهايمر، يعني هنقول الكلام ده في الاخر. يبقى ده كان الاختبار الاولاني اللي هو الاختبار الخاص بالموريس ميز تيست. طيب نوقف بس الفيديو لحسن ايه يقطع علينا ولا حاجه.